شادينا، خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله الثالثه من الدوري المصري والجوله الثامنه من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023-2024 بتنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة، وهي إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء على الفساد، واللي بيستفيد منها 28 متدرب. الدورة بتستهدف اكتساب المتدربين مهارات بتطبيق نظرية كايزن اليابانية، اللي بتركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة اللي بتتم بيها الأمور والعمليات الإنتاج في العمل، فضلاً عن رفع مهارات التغلب على مقاومة التغيير والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح. النهاردة هتعقد البورصة المصرية للسلع الجلسة رقم 83 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات اللي بيدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، هيلتقي بيراميدز مع إمبي الساعة 6، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع برايتون الساعة 4 العصر، في نفس التوقيت هيلتقي كل من ويست هام مع نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون مع أستون فيلا، والساعة 6:30 مساء هيلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي.